وعزيم شب وصبي أردن تبقي عظيمي. هل كنت عن شد الأول كان مختارين بس مختارين بالبلد أي سنة؟ الأول كان سور حسين أخوي ترك عيو فيه قال ما بديش، قعدوا بيجوا سنة قدمتني صرت مختار، قعدت سنة مدير سنتين. مجلس قام يسقر ب 63 مجلس في مجلس قروي صار مجلس القروي ايوه بالاول. هذا حطوني انا اول سنة، بعدين صارت بلدي 71 سنة 71 كنت رئيس مجلس قروي قعدت بيجي سنة رئيس بلدية لحتى صار انتخاب. يعني كيف كان أدوا العبادة مع الفلاحة؟ يوم من قبل من الصبح يا كنت هو ماشي يا بعد ما مشى يا وصل هناك وصل هناك يصلي بالسهل ما فيش والله يعني. ناس بالحصيدة أكثرهم يفطروا في يوم الله صوم يكمل صيامه رغم يعني شدة الحرارة والتعب شدة الحرارة والشوب والتعب والله فيه مصوم يكمل الصيام والحج فرضت الحج كيف كانت الناس تأديها؟ المقتبل المقتبل بالأول عجمان اللي عنده جمل روح حج ويجي روح معه يكونوا نزمة يعني بيجيت خمسة ستة عشرة تعللوا عنده ودعوا ويوم نجي يمشي كمان روحوا عليه لأن أكل دار ودعوا ويوم نجي يستقبلوا استقبال عظيمة عزيمة بعدها دورية دورية أبدا. شو كان هم أهل حوارة سابقا؟ بسلاح بيجام السلاحة يوم يصيروا في الحوش عند النهار يسروا على الحلال يجوا الظهر قبل الظهر بعد الظهر يعني بتعرف كل إنسان على منفذ على الحلال في البداية يوم الحصيدة تيجي الحصيدة كون بأول الفلاحة العدس كرسني هذولا يقلعون يقلع روح الصبح يجي المغرب لحتى يخلصوا بس يخلصوا يكون البيدر جاهز ينظفوا ويجيبوا عدس كرسني هذا مش مخلص الفلاحة مثل احتاج في العدس كرسني يبقوا يحصدوها ويعملوها حوابين مش ما يجوا يرجدوا يبقوا مخلصين حصيدي قلاع الجمال تبقى هذا يجيب جمال من عند العرب بالأجرة مثلا الجمل هو فلاس وإذا كان ثمنة بدها جمل إذا ربع بدها جملين هذا لا يأخذ كل جمل يعني حوالي 15-20 مد يرجد هالفلاحة كلها من قمح من عدس من أي شيء تيجي الدراس ادرس الوسيلة كانوا يدرسوا على كدش على بغال في ناس على بقر يجيبوا فدان بقر وحطوا هاللوح ويدرسوا بعد راس يجمعوا يدروها ادراي نعموها شغل للتدرى خاصة يستبدوا من الأسد وراء المغرب يذروا ما يرجع النهار الا مكملين هؤلاء القمحون ولا التبنهم يعني ذروا بالليل؟ بالليل يكون براد ويكون في هواء ويكون الهواء نكي شوي بالليل واكثر شيء بالليل بالنهار فيه كمان الناس اذا كان الجو صافي ومليح والهواء مليح ذروا بالليل. طيب ما بدهم ضوء؟ في ضوء فانوس فانوس اللي ما عنده فانوس يروح يشعل فانوس هذيك الليل يجيبه وكمل عليه ويرجع لاصحابه بروها يسقى القمح يقطفوه ثاني يوم الصبح لقطافه لقطافه يعني يضربوا للظهر وهم بلشانين يقطفوا حتى يخلصوا بعد الظهر ورا يتغدوا ويجيبوا هالبهايم وعبوا هالمذاهب يصير بالقمح اللي انتجوه وصلوا للدار بالقمح كله بعبروه بالاول بيقيموا بالدار بقسموه هذا بذار بعدوه
هاي موني هذا من نبيعه. كيف كانت الناس تتنقل وتروح على اربد؟ اللي عنده بهيمه يركب بهيمه، واللي عنده فرس يركب فرس، اللي عنده قديش يركب. هذا باقي الناس تلاقيه ماشي من عند اربد لعند حواره، كل ثلاثة اربعة سوا، تلاقي هالطريق مليانه. اول شيء بتكب غراب، كانت بلد يعني هي المشهوره بالسواق من الحكومه من كل شيء بلد مشهوره. كان سواق وفيها دكين وكل الناحية من الغور يجي عليها، هي كانت في البلد من ناحية إربد، ومش دائما الناس رأي جاية. هاي بأول ما جت على إربد استعمالها كان في إربد. هذاك من هذاك من واحد برا يشتري سيارة، بعدين مش كل واحد يعرف يسوق سيارة حوالة. والله في ناس يروحوا عبر سنين يتعلموا بحيفة، يتعلموا بمدينة ثانية سواك في السيارة بحيفة بيافة بس من دائما الناس رايحة جاية عليها. أنا بذكر يروح على عمان قرار تبقى في السيارة أربع خمس سيارات بالبيت، هذول لعمان يركب يلاقي حط اثنين ثلاث سرير على عمان يقضب من حد السوق المشرق للمغرب، تلاقي أربع خمس ركاب لعمان. يعني بالنهار إذا كان راح ثلاث سيارات خمس سيارات يكثر. يركبوا على الخيل وربوا خيول يعني مشان يتنقروا عليها قبل السيارات يعني. خيل كل بيت لازم يكون عنده خيل ولا مش شرط؟ لا مش شرط، مقدرة الزلمة في مقدر على فرس أصيل يشتريها أصلا كذا مشهورة ما يليها حج. حج ثابتة بشهود إنها فلان بنت فلان بنت فلان. معروفة يعني تكون؟ معروفة. يا بتنشراش أي واحد هيك؟ لا إذا كان ما فيش حج ما يشتريهاش، هذا الأصل، وبس يشتريها صاحبها. روى على الدار يذبح ذبيحة ويقرا مولد ويجوا له وخمروها، يمدوا راسه من قدام خمر. يعني. خميرة. اعلان الفرح فيها. زي ما بيشتري سيارة الواحد هسه محلي. اهم من السيارة. معناته هذول الناس معدودين اللي كانوا يمتلكوا الخيل. معدودين مش كل قبيلة على الخيل. هذاك من هذاك. هو كم واحد عنده خيل اصايع؟ والله انا بقيت ادير اعدل ما لقيت غير ثمانية. ثمان خيول اصايع ما اعرف شرفات. فلان عنده فرس. أيوة. اسمه الفرس. إذا كان قديشة ما يقول ولا فرس حتى. طبعاً. قديشة بس. مثل مين كان عنده الخيل يعني مين كان؟ كان عند حياة أبوي أول واحد. دار خطار. دار محمود المحاسن. اللهم صل على سيدنا محمد. عند الحدادين. غرايبة. عند الغرايبة لا فيه. عند مين سمي؟ ولاد خلف عندهم فرس كانت. عبد الحامل اللي خبر الله كان عنده فرس، وقوم نايل عندهم فرس، يعني يجوز أكثر أقل ما مليش. المدارس يعني بداية المدارس هو بتذكر أي سنة وكيف كان التعليم؟ مدرسة يجي من السرية من سار من بشرة هذا الطلاب والطلاب يقول بحوار، مش كل الأولاد يقول بالمدارس يوم بس إذا يطلعوا يعلمهم الحراس على الحراس ولا يقروا، وهم لا والله يقروا يتعبوا على الولد. هاي سال بشرة الصريح ما في مدارس، يجي يقول بحوارة. حوارة قديش فيها؟ غرفتين وليوان. مدرستهم غرفتين وليوان. يساهم كل طلاب اللي يجوا. والمدرسين منين كانوا يجوا؟ الشام. ليش طب حواره يعني كانت اقدم القرى هاي من ناحيه التعليم ليش؟ والله اصحابها يعني اكون افهم وازلم وحريصين على التعليم اكثر. مدرسي هاي ثانوي المدرسي هاي بقيت رئيس بلديه. نعمل مدرسه قالوا حواره ما نعطيها مسار عليها دين كثير. ايوه رحت احياش عبد الله عمران قلت له هيك لا والله وصيت له اجر. بقينا بعمان انا قلت
هيك كسلافة مثل أمين رأسا قال على رئيس حكومة والله نسيت من واحد فتح الباب وفات حجة الله قال له هذا من حواره قراب لي يقول لهم اشهد نوي واجوا من الطفيل لحواره وساكن بحواره طالبين قرد من شرابين انتوهم بدهم يسووا مدرسة بس الحكومة اتصلت بيهم قالوا حوار عليه دون كثير وكثير حوار حي من أحياء إربد وقولها على الكرد قلروا عليهم رحت عليهم ورحت أنا حوار اسم أول اسم قلناها المدرسة هاي قديش 30,000 بالملايين هالسبدها الدكتور فاهر فاخر عاشر هاي الزمن صارت صارت المطرحة هاي اجوا بدهم يفهمنا الارض جمعوا لجنة قرروا 50 ليرة بقي 50 ليرة بالبيت يجيب الدل بقي قرروا الدل 50 ليرة اخذوها هاي من السيتان المفروض من سلامة ومن سلامة من هم كل ما طول بعضهم الأمريكي لا سيتان يعني هم اللي كان لهم أراضي كثيرة حوارة معروفين سيتان وأخوه بس لا طب في كثيرة بس تعدد لي يعني من هم اللي كان أصحاب الأراضي الكبيرة اللي مبين يعني واضح عبد الله الحداد وأبو فلاح أكثر واحد أخرى حياة أبوي حياة فرحان الخطار وخوته بنشات عندهم أرض تيجي عن بر غرايب عمر الحامد ولاد خلف كلهم طيب بدك تحكي لنا يا أبو فارس عن سعيد الحميد سعيد الحميد غرايبه والله كان زلمة شرواك زلمة مليح زلمة طيب ويفهم يعني يفهم كل القضايا وكان يسد من الغرايب والناس تعترف فيه يعني شيء وين ما راح بحواره مع دود خاطر شو اول عشيره كانت بحواره وبعديها اول عشيره الكراسي اول عشيره الكراسي سكنت حواره حواره للكراسي حواره كانت الكراسي كلها وهم اول عشيره هم أصحاب البلدية مثلا الشطنية أجوا من الطفيلي من عمران الشطنية من أجوا على أول ما أجوا على شطنة الساعة الاسم اللي أخذوا الشطنوي منه بالأول غراب سكنوا بالبارحة سكنوا بالبارحة بعدين أجوا لعلبن سكنوا بعدين أجوا لحوار الله يعطيك العافية أردن قوة وعزيمي شب وصبي أردن تبقي عظيمي همتك قوية